ان رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي طلع اليو ديانج بره ال 18 او بره القائمه. حضراتكم عارفين الراجل ده بيفكر ازاي؟ محدش عارف. انا نفسي مش عارف الراجل ده بيفكر ازاي، مش انا نفسي يعني، ما بسال كل خبرائنا قبل ما نقعد قبل ما نخش على الهوا، محدش عارف الراجل بيفكر ازاي، محدش عارف هل ممكن هو شايل اليو ديانج الماتش اسوان مثلا، مثلا انا ما اعرفش، انا ما عنديش معلومه، لكن انا بقول مثلا يعني. هل هو شايف ان اليو مثلا في التمرينتين دول وهو دائما دائما الراجل ده مستر ريني فايلر بيبص للتمرين وبيبص للاعبين في التمرين، هل شايف ان اليو ديانج محتاج ان هو يريح المباراه دي بعد المجهود الكبير اللي بذله في المباراه السابقه؟ حاجات كتيره جدا احنا كجمهور او كمتابعين للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي متابعينه وعارفين التدريبات وعارفين كل حاجه، لكن مش عارفين ايه اللي بيحصل. محدش عارف ايه اللي في دماغ الراجل، يعني انا او غيري محدش عارف دماغ الراجل فيها ايه. الراجل اشتغل بدماغه في الاربع مباريات السابقه، ربنا كرمنا. محدش عارف برضه بكره ايه اللي هيحصل. محدش عارف بكره ايه اللي هيحصل، ربنا يكرمنا ونكسب وان شاء الله نعمل مباراه جميله جدا، ولكن لان ناس كتيره جدا كل ما حد يشوفني يقول لي يا كابتن هو اليو ديانج بره ليه؟ واليو ديانج بره ليه؟ اليو ديانج والله انا ما اعرفش، انا نفسي ما اعرفش، ولكن الراجل الوحيد والجهاز المعاون لمستر ريني فايلر هو اللي يعرف اليو ديانج ليه؟ انا يعني بتكلم مع حضراتكم او بتناقش مع حضراتكم، ممكن يكون فكره من الافكار ان هو عايز يشيلوا الماتش اسوان، فكره من الافكار ان هو كان تعبان او عنده شد بسيط او عنده حاجه بسيطه فمش عايز يزودها، فكره بسيطه ان هو يكون عنده شيء في دماغه هو محوش اليو ديانج لشيء معين في دماغه، محدش عارف. كره القدم فيها كل شيء. ربنا يكرمنا بكره، عندنا مباراه صعبه، عندنا مباراه مع جهاز فني محترم، عندنا مباراه مع فريق محترم جدا كسب اولى مبارياته 3-0 وبالتالي عنده دفعه البدايات، بيلعب النادي الاهلي عايز يكسب، عنده مدير فني مخضرم في الدوري العام المصري. حاجات كتيره جدا هنتكلم فيها وحاجات كتيره جدا جدا هنتكلم فيها مع ضيوفنا الكبار. كل الامنيات الطيبه ان شاء الله بكره للنادي الاهلي ان يستطيع ان يفوز في تاني مباريات الدوري العام المصري. عايز اقول لحضراتكم احنا من خلال قناه النادي الاهلي وكالعاده